جميع الأسلحة مضاد الطيران، جميع الأسلحة تفضل تفضلوا تفضلوا أرجوكم من فضلك برجاء خاص لازم تدخلوا يا شيخ يا شيخ مرتاح بحش نداروا فينا. صور السياسة تكلم يا عمدة صور السياسة بجلبتي حرام تكلم تفضل 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 هذا هم جماعة بوزقية بالأسلحة الثقيلة قشمي عندهم تفتح القشمي هذا غلط وهذا الجراءات غلط ونحن هذه قضية مدنية مفروض الجراءات هذا مفروض يعدل الجبهة ما جوناش عنا دمروا الحواشين ودمروا كراهب الناس فجعوا الناس وفجعوا الصبايا وفجعوا العويلة والرسالة طب حتى بحواشينا جوا وهذا غلط تفضل هذه السيارة تفضل 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 في دواعش عندك انت جارنا رد علينا في دواعش عندنا في حاجه به به انت في حاجه ها في حاجه انا ما في شيء في حاجه في حاجه انا في واحد مضاد الثورة الكرامه بالعكس كلنا في الجيش وكلنا في الشرطه بارك الله فيك تفضل يا تفضل 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 بالدليل بالواضح وينكم يا عقال العواقير وين يا مشايخ العواقير وينكم وينكم نحن افراد من افراد العواقير وينكم وينكم بحث انداروا فينا بحث هذا العيش زقلام معتز زقلام هو لي السبب هو لي السبب اللي سير في الشارع معتز زقلام رئيس زقلام اللي معاك عيم اللي معاه الظواهر السلبيه تدرون حل على اطلاق بنحسوا فيها واحد ونشروها الموت باش يعرفوا العالم ان ليبيا ماهيش بتريحه بنغازي ماهيش بتريحه باقيين علينا مجرمين لهم سوابق تفضل هذا الرصاص تفضلوا تفضلوا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل تفضلوا تفضلوا وين من جميع منطقه بالكامل محاصره تفضلوا 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 حقه انا نبي تدخل من قائد العام نبي تدخل منه هو فورا فورا وتعالوا قتلونا كان ما فيش قانون تعالوا قتلونا الموت ولا العار ولا هيك يوصلونا المتاهات هذينا هذا قدرنا احنا عيد قشمي هذا قدرنا هذا قدرنا الله يرحم وسام مراجع خشمي اللي مات في الصاعقة تعال شوفوا الشهداء اللي عندنا تعال شوفوا الشهداء ناس مع الكرامة اللي بينضربوا عدوا البودين مع عدوا الوحيشي عدوا تدعنوا فيهم بالارهاب انتوا تعطوا فيهم بكل شيء مخدرات وخمور عارفين بلغة حسبي الله ونعم الوكيل رجلين رجل كن عندك معلم كن عندك معلم رجلين على الجيش كن عندك معلم ورجل كن عندك معلم واي حاجة تصير لي من هضومة اللي جاوا اليوم هم هضومة ولا تصف في دين امك الا من حسبي حد وتعال انا وياك اي مهمة تبيها القائد العام انا اول راجل نقدم نفسي يلي كون بالارهاب في ليبيا في بنغازي خاصة ان بنغازي تريحت انتوا اللي مخربوا دورة الكرامة حتفيح التقيل من جايبينن من جايبينهم هذه من جايبينهم حسبي الله ونعم الوكيل